وسيدنا بلال ابن رباح لما وهو في لحظات الاعتذار يعني في اللحظات الاخيره من حياته، فزوجته يعني كأي زوجه يعني حزنت على انه سوف يفارق الدنيا، فنادت وحزناه فقال لها بقولي وطربا، ده انا فرحان. وبعدين قال لها يعني سبب فرح، غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. شوف نظره الانسان المؤمن الحقيقي للموت او ما بعد الحياه، ما بعد مفارقه هذه الحياه، انه مش رايح للعذاب ولا رايح لجحيم، ده بيقول لها غدا القى الاحبه محمدا وصحبه، كانه يقول لها افرحي، انا ده انا خارج من، انا اشتقت، كان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اشتقت الى رسول الله. فاذا كان هذا اشتاق لرسول الله وكان معه في الحياه، فما بالك بنا نحن ونحن لم نره لا في الحياه ولا في المنام ولا اخره، فنحن احق بالشوق الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.